جمهور النادي الأهلي في استقباله لبعثة النادي الأهلي، وزي ما حضراتكم شايفين حاجة منظمة جدا، الناس واقفة يعني متباعدين على قدر الإمكان، والناس مشتاقة يا جماعة للنادي الأهلي، الناس نفسها تشوف النادي الأهلي، كل المصريين اللي موجودين نفسهم يشوفوا النادي الأهلي ويشوفوا إيه اللي بيحصل وإيه الشعبية دي في كل حتة وفي كل الدول العربية وفي كل دول العالم. دايما بتجدوا النادي الأهلي بيشرفنا، بيخلينا نبقى مبسوطين، بيخلينا نبقى فرحانين. في ناس بتضحكنا بالمناسبة كده، دي حاجة بسيطة كده هنتكلم عنها، هي ان في ناس بتضحكني والله العظيم ثلاثة وانا قاعد بسمع كده الكام شهر اللي فاتوا دول، وانا قاعد بسمع ناس تقول لك ايه اصل النادي الأهلي ملوش شعبية في الخليج. طب انا هسكت مش هتكلم، هات يا عم الفيديو تاني، هات يا سمير الفيديو تاني، دي حاجة بسيطة كده، ده عشان الإجراءات الاحترازية اللي موجودة الناس مش عارفة تاخد راحتها في استقبال النادي الأهلي. زي ما انتم شايفين دي حاجة كده بسيطة، ورابطة مشجعي النادي الأهلي الحقيقة اللي متواجدة في قطر أعتقد إن هي عاملة شغل كبير جدا جدا بالمحافظة بالمناسبة على الإجراءات الاحترازية، يعني زي ما حضراتكم شايفين ناس بعيدة عن بعض على الأقل متر، بيشجعوا ناديهم، بيحبوا ناديهم، بينتظروا وصول ناديهم. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة، وحنشوف حاجات كتيرة جدا خلال هذه الأيام.